وتبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات التهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1441 مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة والصديقة ورؤساء الوزراء وأولياء العهود. عبر سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لهم بهذه المناسبة المباركة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيدها عليهم بوافر الصحة والهناء وعلى بلدانهم وشعوبهم الشقيقة وكافة العرب والمسلمين باليمن والخير والمسرات.